لا، هي انت توصف جميع الابحاث والدراسات العلميه عن اسباب حوادث المرور، وترجع للسائق هو سبب الحادث اكثر نسبه ياخذها السائق نفسه، يعني سائق المركبه الاليه، لان اكثر من 80% هو سبب الحادث المرور هو السائق، لان المركبه الاليه او السياره من يكون سائق؟ يكون سائق مواطن. طبعا نتيجه اللي ممكن لمخالفه القانون المرور، مثلا استعمال الهاتف النقال وهو ممكن في سرعه، يعني ممكن يسبب في حادث وممكن يسبب ضرر لغيره او لنفسه. زيد على ذلك ممكن على سبيل المثال ايضا مرات في سرعه جنونيه عليه، ممكن مشكله اطار من اطارات المركبه تسبب في حادث وتصل لحوادث قتل واصابات بالغه. يعني المواطن نفسه هو يتحمل فيما يتعلق بحوادث المرور، يتحمل هو المسؤوليه. طيب عند هذه النقطه تحديدا سيد محمد، الا تعتقد ان وحده المرور والتراخيص ايضا تساهم في جزء من المسؤوليه من خلال الاشارات المروريه المتوقفه وعدم مراجعه الطرق المتاثره بالاشتباكات او بعوامل الزمن؟ يعني بعوامل الزمن. لا، هو انا نقول لك على شيء، يعني اقسام المرور والتراخيص بمديريه الامن يعني في قايمين بشغلهم زملائنا، و في اجراءات يعني متخذه من قبل زملائنا موجودين في الطرقات. قصه ان مثلا بعض الاشارات، انت حوادث القتل تحصل هذه الطرق اللي خارج المدن، يعني اكثر حوادث القتل والاصابات البالغه هي تحصل يعني في الطرق اللي خارج المدن، مش في داخل المدن. يعني في عمليه مثلا في الاشارات، ممكن عمليه الاشارات والعلامات المروريه ممكن تعطيلها تسبب في ازدحام او عرقله في حركه السير، لكن راهو السبب الرئيسي راهو ترجع للسائق نفسه. يعني الان عندما تشوف انت وعندنا احنا ثقافه في ليبيا، يعني معظم السائقين مركبات ليليه ما يستعملوش في الحزام الامان. يعني انت تشوف تو يعني الليبيين مثلا يمشي لجمهوريه تونس، اول حاجه يستعمل بعد ما يفوت المنفذ على طول يستعمل حزام الامان. فهذه جانب يعني حتى ترجع حتى للسلامة المواطن، في بعض قواعد الأمن والسلامة المفروض يتبعها يعني كلها. طيب سيد محمد، سيد محمد، أنت قلت أن المواطن يتحمل نسبة ما 80% من حدوث الحادث، يعني السائق بصفة عامة. طيب أي دور يمكن أن تلعبه هو توعية بمخاطر السرعة وعدم التقيد بالضوابط المرورية من وجهة نظرك سيد محمد؟ طبعا هذا الجانب، هذا جانب يعني جانب حوادث المرور ترجع للتوعية بالدرجة الأولى. انت شوفي في كل دول العالم الآن ترجع بالأساس على الثقافة، أساس كل شيء في عملية حوادث المرور. يعني المواطن عندما يتقيد بالقانون، شنو القانون؟ يعني السرعة اللي حددها القانون، أنت يعني ما تفوتش السرعة اللي محددها القانون في الطرقات، سواء كان في الطرق السريعة أو في الطرق الرئيسية أو في الطرق اللي داخل المدن، يعني لابد أنك أنت تتقيد بالسرعة القانونية. كان كل واحد تقيد بالسرعة القانونية ويستعمل في حزام الأمان ومركبته الآلية تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، يعني حتى تحصل حوادث ما تحصلش بالكوارث العالية اللي ممكن تعاني منها ممكن مشكلة ليبيا في مسألة حوادث المرور. يعني هذا جانب مهم. انا مش نوجه في لومي للمواطن، لكن السبب الرئيسي يرجع للسائق، لان المركبه او السياره هذه اله، يعني من يستعملها مواطن. اذا كان المواطن جاي في الاتجاه المعاكس ومخالف القانون، وممكن جاء في تقاطع يعني بطريقه يعني فجاه او بدون اي انضباطيه في عمليه القانون واحترام الاشارات، بيسبب كارثه، بيسبب شيء يعني زي ما نشوفه في احصائيه حوادث المرور. وايضا حتى يعني احنا دائما احنا نركزوا على عمليه السرعه، يعني عدم التقيد واحترام بالقوانين والاشارات وقواعد المرور والتهور والسلوكيات الخاطئه، زيد على ذلك يعني التجاوز الخاطئ على الطرق وعدم اعطاء الاسبقيه في التقاطعات وجزر الدوران او السير في الاتجاه المعاكس او الحديث بالهاتف النقال اثناء القياده. يعني في وايضا من الاسباب الاخرى هي عدم توفر شروط الامن والمتانه في المركبات. نعم، في العديد من المركبات يعني ما توفرش فيها شروط الامن والمتانه. طيب لماذا برايك طرابلس هي الاولى في الاحصائيه؟ يعني تحصلت على المرتبه الاولى في الحوادث، الكثافه السكانيه، يعني الكثافه السكانيه اكثر
منطقة أو مدينة طرابلس الكبرى، تعتبر الكثافة السكانية وعدد المركبات المائية اللي موجودة داخل مدينة طرابلس الكبرى بصفة عامة. طيب في تقديرك سيد محمد، كيف يمكن التقليل من مخاطر الحوادث المرورية؟ أهم شيء في مسألة التقليل من حوادث المرور ومشاكل حوادث المرور هي رأوا بالثقافة بالدرجة الأولى. العالم هيك كله، يعني لازم السائق المركبة الآلية أنه يتبع القانون، قانون المرور، لأن القانون هو في صالح. أنت يعني تشوف مرات مواطن يستعمل في النقالة هو سرعة يعني 200 كيلو متر في الساعة، يعني لو تصير هفوة يدير كارثة في الطريق، يدير يعني مشكلة وحادث يصل لحوادث قتل وإصابات بليغة. يعني ترجع بالأساس راهو بالثقافة بالدرجة الأولى، وضروري من تعاون الجميع بالذات المرحلة اللي الآن نذكر فيها بلادنا ليبيا. يجب أن كلنا كليبيين نقف وقفة رجل واحد من أجل أن بلادنا تكون في بر الأمان، ومن ضمنها أيضا حتى مشكلة حوادث المرور ومآسي الحقيقة ما يحصل في الحوادث بصفة عامة.